مرحبا، أنا ماجد الزيارة، سأكون معكم في نشرة الأخبار القادمة والتي سنواكب فيها تطورات الاجتياح الروسي لأوكرانيا، حيث أن بوتين يسمح بممرات إنسانية بإشراف أممي في ماريوبول. في الضفة الغربية سنواكب التطورات فيها، حيث وقعت هناك إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية. أما في تونس سنتابع أيضا تشكيل أحزاب وكيانات سياسية جبهة للخلاص على خلفية إجراءات 25 من يوليو. تابعونا مباشرة على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت القدس والدوحة، أو عبر البث المباشر على يوتيوب.